موقفين جميلين صراحة. واحد منهم ما حافظت القرآن وماتت ب27 من رمضان وهي صايمة. الله يجعلها في الجنة وما تعرف. اللهم آمين اللهم آمين. ترى ما ندري متى أنت بتلحق رمضان ولا لا، ولذلك ادعو الله أن يبلغك يا عبد الملك رمضان. الله يبلغنا رمضان. الله يبلغنا رمضان. الله يبلغنا رمضان. نسيت أقول لك النار. مع سوالف أنا قلتهم، قلت كثير ما أقدر أحصيها. طيب. الثاني يقولون هم جنوب العراق عندها لها شنطة فيها ذهب وسرقة، يقول هي عندها فراسة سبحان الله وعندها حظ وسرقت الشنطة هذه. ودي ما في واحد بالمنطقة هذه، منطقة جنوب العراق هذا، واحد مشهور يقول ما في شيء زين يذكر له ولا يسرقه. لا حول ولا قوة. إيه واسمه فليح مشهور بجنوب العراق. الله خبر واحد السرقة من أول البنادق مثلا والشكل اللون واللون. إيه يقول يا حد درجة إن يمن مثلا أبو عمر قال جزت لي الشكل هذا، قال تبيا عطى فلوسه يعني ضامن ويجيبه. أعوذ بالله. إيه فهذا أنت يا فليح هذا من شهرته قالت هي مسرقة الشنطة بها الذهب. قالت تدرون من سرق شنطتي الذهب هذا؟ قالوا لا والله ما ندري. قالت ما سرقها الا فليح. ما هو بعيد عنهم فليح. قالوا طيب عاد يا الشيخه ويا طارت فليح وش تبين؟ قالت انا بروح يمه. قالوا ما في عليه اثبات. قالت لا لا انا جيت عندي حيله احتاله وهم يجون. طبعا معها هي بني خيه ومعها. قالت بس انت مجوس وانت وخلوا الحديث بيني وبينه. هاي فليح. فليح انت سرق شنطتي الذهب. قال لا يا شيخه انا سرق ما لو ما يبقى على وجه القاعه انت يا شيخه ما جيت انت بشنطتك، شلون جيت شنطتك؟ قالت اسمع قالت انا ما عندي دليل عليك انك سرقته بس بقول لك. قالت ابدعي عليك دعوه من الله. يقول ما هي تشترب وقت الله يرحمه انا بديني بعدين يوم قالت ابدعي عليك يقول هو يقوم يقول مريم ارتجف. الله المس. قال لا تدعين علي في خوف من الله. شوف سبحان الله العظيم. قال لا تدعين علي. قالت والله العظيم ما اعترفت الا ادعي عليك. يقول هو يروح داخل قام يقوم يجيب لنا الشنطه. ما شاء الله يا اخي حتى الحرميه الاولين طيبين يا اخي. فيهم توحيد. شوف لا ودرجه الخوف عنده يوم قالت ادعي عليك. شوف عند بعض يخشون بالفعل على البيوت يطلع ما يخافون ربه. هذه بعض الناس يظلم ويقول لك ادع بيديك ورجلي. مدري ايش برجلي. اعوذ بالله. الله اكبر. اي والله. قال والله يقول قام ويرجف يقول ما له جايبه. قالت يا فليح افتح يا طويل قال اذهب على شكله مو اخذ منه شيء. قالت يا فليح قلنا قالت اقعد اقعد اسمع يا فليح انت اذيت المسلمين بالسرق وانت معطيك الله هالشجاعه وهالدهاء، شجاعه ودهاء وتسرق المسلمين. انا ابشر اموال المسلمين منها منك بهالشنطه، ابيك تاخذها. اي والله شوف شوف شلون الموقف. قالت ابشر اموال المسلمين منك بهالشنطه، بس ابي منك اللهم الله تعطيني اللهم الله تعهدني عهد انك ما تسرق وبعطيك هالشنطه. قال والله اني ما اسرق. قالت خذها لك. عجيب سبحان الله. يقول عاد فليح انه بعدين يطلع عمر بن دلال تخبر تجي تروح العلوم وتجي طبعا. قال يا الربع والله اني من شنطه جوزه تميض انه ما جانا الفقر اللي هل انت حسعتها وانت مشيت سبحان الله.